السلام عليكم، نتمنى يكون كل شيء بخير وعلى خير. مرحبا بكم معنا في عالم صفاء الترابي. واخيرا جينا الاسفي. واو عبده، حنا متواجدين في سوق الخزف، المكان الشهير بمدينه اسفي. والخزف اللي غتلقاوه هنا والموديلات اللي غتلقاوه هنا ما غتلقاوهمش في بلاصه اخرى في المغرب. الفيديو ديال اليوم مليء بالسسبنس، مليء بالمفاجات والتشويق. جايه من جديد لهنا الاسفي لانني خاصني الفخار، خاصني موديلات. عندي دي سيرفيس ما كاملينش، كنقلب على الكماله ديالهم وبغيت ناخذ شي حاجه جديده. ايوا جيب معايا الوالده باش زعما تختار معايا. فاليوم غدير ليا الوالده الشوهه، غتولي هي مقضيه اكثر مني وما غنبقى لاقيه المسائل اللي غنجري فين نحطها في الطوموبيل. المهم غتعيشوا معنا الاجواء في هذا السوق والموديلات اللي لقيناهم. زعما شي حاجه، انا تلفت والله القسم الا تلفت، ما بقيتش عرفت اشنو ناخد اشنو نهز ولا شنو نحط. داكشي فريمون سوبرب. هنا في اسفي كاينين جوج اسواق ديال الفخار. هاد السوق غادي ندير فيه جوله انا وياكم دابا، غنتقدم منه حويجات، غنشوفوا كاع داكشي اللي غنتقدى، وفي العشيه ان شاء الله يعني غنمشيو نتغداو، عاد غادي نرجعوا للسوق الثاني. واو شوفوا، غادي ندخلكم معايا لهاد المحل هذا. شوفوا بعد الطريقه ديال التنظيم كيفاش حاط السلعه، شوفوا بعد الموديلات كيفاش دايرين باش تعرفوا باللي راه الحرف المغربيه والصناعه التقليديه ديالنا راه الصراحه راه ما كاينش بحالها في كل شيء في كل شيء. هذا غتشوفوا السيد اشنو تقدمش من عنده، ولكن بغيتكم بعدا تشوفوا الموديلات اللي خارجين دابا في السوق. كاين الطين الابيض وكاين الطين الاحمر. هذا الطين الابيض كيف كتشوفوه وهو الثمن ديالو تقريبا راه الدوبل ديال الطين الاحمر، ولكن الموديلات اللي فيه راه راقي. نشوف الطريقه ديال النقش ولا الطريقه ديال الخدمه، ماشي بحال الفخار العادي اللي كناخذوه دائما. انا ملي دخلت عنده تلفت وحرت. الموديلات صراحه كلهم زوينين. اسفي انصحكم تزوروا مدينه اسفي، الناس اللي باقي ما جاوش ليها اش باقين كتسناو؟ اجيو راه الخزف بانتظاركم. هادشي كلشي كيحير واعر. المشتريات ديالي غادي نركز على الاحمر وعلى الزرق. هاد التمشيات الحمرين هادو راه ديال البيض، راه ماشي كيسان، هادو كتحطوا فيهم البيض. خرجت من المحل الاخر وانا دايزه دس على هاد المحل، لقيت هاد الفراقه عجبتني في الاحمر وغتكمل لونسومبل اللي عندي. وبصدفه لقيت الوالده جالسه بالقد ديال العرام. هي عندها فراش في الزرق، عندها واحد الصالون زرق، فخدات واحد التويشيات في الزرق فهي بغات تكمل لونسومبل. تشوفوا معايا اشنو خدات الوالده. وهاد البراد صراحه مع كويسات عجبوني وحرت واش ناخذ ولا لا. صوريني انا وجهزي. نصور ماما هي و عندي ديريها ديريها قديمه. صوري الحجه، صوري الحجه. دابا صفطهم لك في سميتو. انت هادو راه زويونين. هادي نفس الزواقه. هادو واش تدعو على هذاك اللي في نفس الزواق ديال هادو مثلتي؟ ها؟ شحال دايرة؟ شوفي بعدا عاد غنبدا. شحال دايرة هذا اللي فيه، هذا اللي فيه نفس الزواق ديال الطباس اللي خدينا؟ الزرق الفريز. صافي يلاه غير. صحة وراحة أختي. الله يعطيك الصحة أخويا. مرحبا بك قعدنا في اسفي. مرحبا بك قعدنا في اسفي. اخويا الله يبارك فيك، مرحبا بينا عندكم. ربي يخليك اختي سميرة، الله يحفظك. الله يحفظك. ربي يخليك اختي. عندك قناة ديري لنا ابوني. ديروا لنا ابوني وبارطاجي بارطاجي بارطاجي. الله يحفظك اختي. الله يحفظك الجرس. عمرك انا عمرني ما قلت لهم ديروا لي الجرس، هو قالها لكم. يقول لهم وديروا لي ابوني وديروا الجرس. كي قلت اللي بغى يديرها ما بغاش يديرها ماشي مشكل، يتفرجوا في داك الشيء كل واحد وذوقه. شكرا. وانت كاع هذيك قديتيها كاع ما تفهمت معايا في الثمن ديالها. هذيك عطيتنا كادو دابا حنا بنت الحاج. عجبك داكشي ديالك؟ عجبك معاناتك؟ حاجة ناشطة شوف. هادشي الحمد لله حاجة ناشطة.
هاد الزواقه صراحه موجود فيها زعما ها الزويقه زوينه موجود فيها زوينه هذه فيها كل شيء هذه فيها كل شيء بدلتي ليها انا مغير عليها شيء لا نفسها حيت انا صغيرين وما خدات هادو الكبار الكعك ديال الاسفي ها تليفونك اخويا نقول لكم الكعك ديال الاسفي ديال الوالدات ديال الوالد الوالده اللي كتصيبهم تبارك الله تبارك الله 50 50 ذوقوا الكعك ديال الاسفي هو فاكر الوالده ردي معاك البال فاك مثل الحاج ما خليتش انا بلاصه الطوموبيل كيلت كارطونة ديال الوالدة جمعني هادو ديالي ف شميتها رسول نديرهم لك امبورتي امبورتي هادي امبورتي هنا واحد المحل اخر صراحة حتى هو غزال عجبوني فيه هاد اللعيبات بغيت نكمل لونسومبل الاحمر ديالي شوف هادو شحال زوينين فيهم زليفات من الصغير وحتى الكبير زوينين وعجبني هاد اللونين حتى هو كاين عندهم لوينات صراحه دابا راه مكرهش هاد الخضر عجبني بغيت فيه شي اونصوم اللي يكون كامل فهاد اللون دابا راه باقا كنقلب غنصور لكم من داخل هاد المحل واو شوف شويه التويشيه هاد المحل اللي عجبني فيه عنده داكشي مختلف على داكشي اللي لقيت في المحلات الاخرين يعني عنده هاد الدري كيصيب داكشي راسو شوف عنده شكيلات خاصين به يعني داير داكشي حصري عنده شوف هاد الموف تا هو شحال زوين وش الطويجين صفر صفيفر واو شوف هاد لونسومبل تا هو واو شفت شي كامل شنا اللي عجبني هما اللوينات ديالهم شي ملي تقديت داكشي اللي خاصني من داك المحل تصوروا هاد المحل هذا تار الانتباه ديالي بزاف غندخل غنصور لكم من الداخل باش تعرفوا علاش تصوروا مول هاد المحل فنان تصوروا كاع المنتوجات ديالو صيبها بيدو يعني هذا الزواقه ديالو حصريه لقيتو جالس كينقش يعني عنده تخيلات ديالو وعنده رسومات ديالو في راسو وكيرسم تصور تبارك الله مصايب هادشي رسم لي طابلو هانتوما غتشوفوا موديلات اخرين غادي نصورهم لكم غنقرب الكاميرا باش غتشوفوا شنو كاتب هنا تصرفات الابناء من مسؤوليه الاباء اللي كندوي عليه الدراري الصغار الدراري الصغار اللي عنده الدراري الصغار ما خصوش يدخلهم بحال هاد المحلات يهرسوا شي حاجه يقولك راه دري صغير ما عارفش اختي دري صغير يجلس في دارهم دري صغير تشديه ولا تزيريه ولا تخليه مع باه عند الباب حتى دخلت تقدي داكشي اللي خاص راه الصراحه حشومه بقيت شحال كنهضر معاه قال لي راه كاينين شي امهات ما كيفهموش ريوسهم كيدخلوا ولادهم ولادهم كيبقاو يقربوا لهاد الشيء وما كيعجبوش حالهم من حقه المهم نرجعوا لموضوعنا شوفوا تبارك الله هاد السيرفيس هذا هاد الزواقه هو اللي خدمها بيدو الحرفيين ديال الاسفي حرفيين ماهرين يعني فنانه بكل معنى الكلمه الصراحه شوفوا لي فاز شوفوا لي طابلو كلشي غزال المهم غنمشيو دابا للدار غادي نتغداو وغنشارك معكم الاجواء ديال الغدا الرفيسه حنا راه في العواشر هنايا هاد الايام كاين العواشر ومن بعد غنعاودو نرجعو تاني لسوق اخر ماما تغدو بالرفيسه ماما فاضحه دنيا دارينها مصارن وفاضحه دنيا العالم كله عارف ضروها المصارن ربي يخليك خالتي او دجاج بلدي محمر يكتب من الحاجة إيمان وكتجيب لك فرشيطة لا لا كيتسير بليد كناكلو عادي حنا حنايا كناكلوها بليد باش اللي كياكلها بفرشيطة
ملي تغدينا وارتحينا خرجنا في العشيه عاوتاني، وهاد المره باتجاه واحد السوق اخر كاين ديال الفخار، حتى هو واعر وكبير بزاف وفيه حويجات اخرين. كنظن بلي هاد السوق جا وسط المدينه القديمه، نتوما هانتوما كتشوفوا، انا كنعرف بلي الصور داكشي اللي وسط بالنور راه المدينه القديمه. فغنخليكم حنا غادي دابا في الطريق، وفي نفس الوقت تاخذوا فكره هكايا مناظر خفيفه ظريفه على اسفي. من غير السوق اللي شفناه في شفناه في الصباح، كاين واحد اخر هو هذا. هذا حتى هو فيه حويجات اخرين، وكاينين كل واحد عنده بحال كل واحد عنده الطابع ديالو، يعني كاين سلعه غتلقاها عند بحدين وما غتلقاهاش عند ناس اخرين. غادي ندخل دابا لواحد المحل غادي نتقدم منه شي حاجه عجبتني، ومن بعد غادي نديكم جوله تشوفوا على المكان اكثر. واش كاين المحلات الفوق ياك؟ الفوق دابا تما كاين محل. هو صافي غنطلعو حتى الفوق حتى هو ونشوفو اشنو كاين فيه. دخلت لواحد البوتيك هو الاول في هذا السويق هذا. شوفوا حمقوني هاد الطبيسلات بثلاثه على شكل ورقه ديال الشجر، ولا رديتو البال راه نفس الزواقه ديال الفراقه اللي خديت الصباح من السوق الاول اللي كنا مشينا ليه. مازال غادي نوريكم هاد السوق هذا، وراه غادي ناخذ مازال عنده زليفات حمرين مع السوبيرا ديالهم. اوه سهل. بس هذا خديت من عنده الكمالة، عرفتي انا هذاك لونسوم ديال الحمر ما لقيتش شي واحد عنده كلشي، كل محل كندخل عنده كنلقى عنده شي تبيشيه كتعجبني. على هذوك الاخرين اللي خديت قبيله عاود زدت هادو لهاد الصفر. دابا انا عندي اونسومبل كنقلب لي على خوتو. هاد لونسومبل اللي خديته ما عندوش زليفات، ما كاينش زليفات بحالو. دابا بحال انا ما بغيتش هكا السوبيرا نديولها، حيت السوبيرا ما كنخدمش بها بزاف. شحال دايره دابا لي السوبيرا بزليفه؟ هادي 2040 دراج ويلي. انا خويا دابا محتاجه غير الزليفات، هادو ما كنقليه ما كنخدموش بهم. الله تبارك الله زوين، شي واعر خاص على الفلوس وشي طوموبيل كبيره اللي تهز هادشي كامل. يا ربي امين. هاد الموديل هو اللي خارج جديد، الموديل هذا هذا هو الموديل اللي خارج جديد. هذا الطين الابيض ياك؟ اه الابيض. شحال دايره هذه ديال الحريره هذا؟ هذه 5400. 5400. هادو ديال الطين الابيض راه الثمن ديالهم تقريبا الدوبل ديال الطين الاحمر العادي اللي كناخذو. اجيو يلا طلعوا معايا الفوق نكتشفوا الفوق كيف داير واشنو كاين، واش كاين شي موديلات جداد ولا نفس السلعه كاينه، وغنعاود مازال نشجعكم. انا راه والله العظيم الا كنت غلطه في اسفي، راه ملي جيت زرتو راه مازال غنشارك معكم فيديوهات اخرين وغنديكم بلايصات اخرين زوينين هنا في اسفي. هاد الفيديو قدر نطولو لكم شويه لانه ما لقيت ما نقص فيه، لان كلشي فيه زوين. تصوروا المحلات كندخل لهم، واخا كاينين بزاف المحلات عندهم نفس السلعه، ولكن راه كاين شي محلات كندخل لهم كنلقى موديلات مختلفين تبارك الله. والبراني داخل، عرفتي شحال ديال الناس برانيين في اسفي باش يشريو الخزف. الله هنا الفوق. كوكو انس جيهان. الله هنا الفوق ديال القيصريه. صراحه هنا هادشي ديال الخزف واعر واعر واعر، زعما اسفي زعما مدينه. الله دي عجبتني بزاف 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 بزاف. المهم هانتوما خديتو على الخزف وعلى الفخار في مدينه اسفي.
مدينه فعلا كتستحق الزياره والله الا زعما بزاف الناس غلطتها. انا كنت غلطه في مدينه اسفي ولكن تعرفت عليها دابا عن قرب وتعرفت عليها اكثر وشفت الجمال ديالها الحقيقي كيف داير. مرحبا بينا ومرحبا بكم في مدينه اسفي. ماما ولادي كيتسناوني لتحت، اختي ايمان، الناس اللي صادفونا عندهم هنا في مدينه اسفي، العائله مازال غنتكلم عليهم اكثر. صراحة الناس يعني الكرم وحسن الضيافة، فرحوا بينا بزاف وتهلاو فينا بزاف. مازال ان شاء الله غندير فيديو خاص للاجواء العائلية معاهم. صافي حتى شريت اللي شريت وخديت قرار انني نخرج بسرعة قبل ما نقفرها ونحط الريالات هنايا. الساعة هاد السيدة هادي عجبوني، عندها واحد التويشيات وواحد في الالوان، انا غنوريها لكم وغنوريكم الالوان ديالها ومن بعد غنقول لكم اشنو اللي عجبتني وشنو اللي اختاريت. كحلت حطت كاع الريالات هنايا في اسفي، ما غيبقى عندي باش نكمل العطله. هي الخضره ولا الحمراء؟ ها عجبتني هادي على حسب واحد لونصول عندي تقريبا نفس الزواقه. الو روج لاخر شتي وكي هذيك الحمراء خو حسين شغل ندير له الحمر على حساب الصالون الحمر. هادي على حساب كوزينات دابا والفلاحام وكلشي هادشي. هادي باش زوينه هكا مغطيه والداخل هادي قدر هادي دابا شي شحال واعرين. هادي دابا تقدر دير فيها الفلون، دير فيها اي حاجه، هادشي ديال الكونفيتور والعسل وكتبقى هكا كتحط داكشي كتخلي هكا مجموع ولا جا شي واحد راه كتجبدو كتحطو كيبقى داكشي بحال هكا الشيء ديالها كتحط في الكوزينه. زبينه انا ناخذها هكا تجمعي ليا كملنا الفليسات كزقوا بخار في اسيا. صافي غنجمع ليها شي وغادي نخلصها ونمشي بحال هكا. لا سو مع داك شكرا شكرا سميت القناة ديالي صفاء فرانك دابا قبل ما نقصو تبارك الفيديو ديال اليوم وصل النهايه ديالو، ولكن الزياره ديالنا باقي ما سالاش لمدينه اسفي، باقين بزاف د البلايص غزالين وزوينين بهذه المدينه، غادي نشارككم معكم في الفيديوهات الجايين، فكونوا في الموعد، واحلى تحيه من عالم صفاء الترابي، الى اللقاء.